هنتكلم يعني بشكل أوقع شوية على الانتخابات وتواجد مهم لقائمة الكابتن محمود الخطيب. يمكن الكابتن محمود الخطيب وقائمته زي ما كل تابع بالأمس، يعني تواجد الكابتن حسن حمدي برفقة القائمة ومساندة الكابتن حسن حمدي للقائمة، وكلام مهم جدا. يعني النهاردة الكابتن محمود الخطيب كلماته حتى مع جميع أعضاء النادي الأهلي على أنه كله ثقة بتواجد عدد كبير من الحضور يعني الجمعة القادمة، يعني نتكلم خلاص على طول يوم الجمعة، فحنا نتكلم الجمعة القادمة، كمان ثقته في تواجد أكبر عدد زي ما أنا بقول من الحضور ومساندة القائمة بالكامل. يمكن حتى تعرض كده فيديوهات قصيرة عن كل واحد فيه أو كل فرد فيه القائمة، وده كعادة الأعضاء على طول بيساندوا وبيدعموا، فأعتقد دي حاجة دايما مميزة. كمان من ضمن الأخبار كمان إن حتى النهاردة كابتن محمود الخطيب في كلامه إن عنده الثقة دايما في وعي أعضاء جماهير النادي الأهلي. تكلم شوية عن اختيار القائمة، إن دايما القائمة في لجنة من الحكماء هم اللي بيشتغلوا عليها. النهاردة حسام غالي حتى كلامه في حواراته التلفزيونية إن علاقته بالنادي الأهلي دايما مستمرة، وانه على طول قلبه مع النادي الاهلي لما تربى في النادي الاهلي، وكان عنده يعني هو حتى بيقول كان عنده فرصه كويسه انه يكون موجود في الناشئين. كابتن ميمي الشربين يعني هو اول من اكتشفه، قال علاقتي بالنادي الاهلي مكمله على طول، حتى لما تم سحب الشاره مني علاقتي بالنادي الاهلي كانت مكمله، شخصيتي اتعودت انها تكون متحمله كل الصعاب، وقال بشرف ان انا اكون يعني موجود في قائمة الكابتن محمود الخطيب، وأتمنى مساندة الأعضاء وأن أنا أكون عند حسن ظن يعني الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لأن المجموعة دي زي ما قال عندها طموح كبير وأفكار كثيرة ونقلة مختلفة للنادي الأهلي هتحاول تشتغل عليها في الفترة القادمة، وده أعتقد نجاح لأعضاء مهمة. يعني لما نشوف دكتور محمد شاو موجود في القائمة، لما نشوف محمد حسام غالي الغزاوي طبعا بالإضافة للمجموعة القدامة، فده نجاحات وكوادر وإضافات بتحصل دايما في يعني مجلس إدارة النادي الأهلي. تمام يا أبو حميد. يعني عايز برضو يعني طالما بنتكلم في هذا الموضوع، يمكن اللجنة القضائية النهارده كان في اجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، واستعرضت الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وكان متواجد يعني تقريبا معظم المرشحين، حضر مندوب الجهة الإدارية والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وعرضوا تصور الأمور هتمشي إزاي، الناحية القضائية اليوم كله هيمشي إزاي. اللجنة القضائية كمان المشرفة قالت يتم التحقق من شخصية العضو من خلال البطاقة الرقم القومي وكارنيه العضوية، هيكون في مستشار على كل لجنة، يعني إشراف قضائي كامل النادي الأهلي عامله في انتخاباته القادمة. كمان يمكن المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي وضح الأمور هتكون ماشية إزاي بخصوص يعني تجهيز يعني سراب كبير جدا بفيه كل الأمور الخاصة به، يعني مقاعد وإضاءة والأمور الخاصة بالصوتيات وكل حاجة خاصة به، أن يكون إن شاء الله بإذن الله انتخابات النادي الأهلي تليق بالنادي الأهلي. طيب النهارده عملوا ايه؟ هل نزل اسم وليد الفيل ولا تم الاستئناف على الحكم؟ لا ما فيش اي كلام في هذا الموضوع، لان زي ما بقول لك النادي الاهلي يعني حتى انا لما سالت النادي الاهلي قال ما عنديش مشكله خالص، احنا بنرحب باي احكام قضائيه، و اللي هيكون فيه الكشوف حتى تم اعتمادها قبل كده، ولكن يبدو بقى هل دلوقتي هيتم تعديل هذا الكشف وادراج اسم دكتور وليد الفيل؟ اعتقد ده مهم جدا نرجع فيه للدكتور سعد شلبي، ولكن لا يا احمد يعني كان لازم ترجع قبل الحلقه يا احمد، ما ينفعش ده موضوع يعني موضوع حيوي، يعني احنا بنتابعه مع الناس، يعني انا هضطر بعد ما اقفل معاك اكلم محامي وليد الفيل، لان الناس النهارده مستنيه تعرف الاهلي استأنف ولا وليد اسمه نزل، ده سؤال مهم في متابعه الانتخابات. عندك حق، انا هرجع برضو لو الوقت اسعفنا دلوقتي حاول ارجع يعني لاحد الموجودين في الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي ونشوف برضو الموضوع هيمشي ازاي، ما كانش نوضحه برضو بكره باذن الله مع حضرتك. يعني